السلام عليكم ومرحبا بكم في دار المقاول. في الحلقه الماضيه تكلمنا على مخطط الاعمال، يعني لو بيزنس بلان والدراسات اللي كتكون فيه. في هذه الحلقه غادي نتكلموا على جوج دراسات، دراسه السوق والدراسه التقنيه. وباش نتعرفوا على هذه الدراسات غادي نمشيو نشوفوا مستشار دار المقاول سي عبد الحميد بن داود. اهلا وسهلا سي عبد الحميد. اهلا سي حسن. سي عبد الحميد، اشنا هو الهدف الحقيقي من دراسه السوق؟ الهدف من الدراسة التجارية أو دراسة السوق هو المعرفة ديال الجاذبية ديال المنتوج في السوق، يعني واش هذا المنتوج مطلوب في السوق ولا ما مطلوبش، واش كيلبي الرغبات ديال الزبناء. وعلى حسب الحجم ديال المشروع ديالنا الدراسة التجارية كتكون متكونة من أول حاجة مصادر المعلومات، واش مصادر داخلية أو لا خارجية، كذلك تحليل البنية ديال المقاولة، وهنا كنحللوا البنية الداخلية والخارجية للمقاولة بالمقارنة مع السوق، وكذلك كنديروا واحد التحليل مفصل للزبناء، وهنا كنحللوا وكنفصلوا الزبناء إلى أقسام منسجمة وكنستهدفوا الأقسام الأكثر جاذبية. وبهذه الطريقة كتقدر المقاولة تموقع لدى الزبناء ديالها والمنافسين. وهنا كنكونوا كملنا المكونات ديال الدراسة التجارية وغادي ندوزوا للبلورة ديال السياسة التجارية. وهذه السياسة التجارية اش كيكون فيها واش كتعطي بالضبط؟ السياسة التجارية كتكون فيها السياسة ديال المنتوج، اللي كيكون فيها اول حاجة المنتوج بحد ذاته، الاشهار والعلامة التجارية لا مارك، وكذلك كنهضروا على السياسة ديال التوزيع، السياسة ديال السعر، وكذلك السياسة ديال التواصل. وهنا المقاول خصو ولا بد يدير واحد التقييم ديال المبيعات المحتمله اللي غادي تقدر تكون عنده، باش كيقدر يعرف الحصه ديال السوق اللي غادي تكون وغادي تاخذها هذيك المقاوله من بعد. هادشي بالنسبه لدراسه السوق. دابا بالنسبه للدراسه التقنيه، اشنا هي بالضبط الدراسه التقنيه؟ هو الهدف من الدراسه التقنيه هو اننا نعرفوا القابليه ديال الانجاز ديال المنتوج او الخدمه من الناحيه التقنيه، وهنا كيكونوا عندنا مجموعة من المخططات اللي كيمكنونا باش نحولوا الموارد اللي كتوفر عليها الشركة أو المقاولة إلى منتوج أو خدمة، واللي خصهم ولا بد يكونوا كيلبيوا الرغبات ديال الزبناء، كيحترموا السعر، التنافسية، وحتى القدرة الشرائية ديال الزبناء. واش كيكون فيها سي عبد الحميد الدراسة التقنية؟ الدراسة التقنية كيكون فيها 6 ديال النقاط مهمة. أول نقطة هي مقر الشركة، والاختيار ديال مقر الشركة كيكون خاضع لمجموعة من الشروط اللي كتتعلق أساسا بالنشاط ديال الشركة، المنتوج اللي غادي نقدموه، وكذلك الزبناء ديالنا. وكذلك المقر ديال الشركة خصو يكون كيتوفر على مجموعة من المواد اللي كنحتاجوها للإنتاج. ثاني نقطة الهيكلة، والهيكلة هي الطريقة ديال التنظيم ديال المقاولة، وهنا المقاول خصو يدير البطاقة ديال المناصب أو لا فيش دو بوست اللي كيحدد فيها القدرات والمهارات اللي كنحتاجوها في هذاك البوست، وكيحدد فيها حتى المهمة ديال هذاك البوست اللي غادي يخدم فيه. وإلا كان سي عبد الحميد، إلا كان المقاول غير بوحدو، واش خصو ضروري يدير هاد الفيش دو بوست؟ بالطبع خصو يدير الفيش دو بوست باش ما يخدمش بطريقة عشوائية. وكذلك كنهضروا على الموارد البشرية، وهنا كيكون المخطط ديال التوظيف، مخطط التكوين، مخطط الأجور، وكذلك حتى مخطط التحفيز والتشجيع. وكذلك يكون عندنا حتى المخطط ديال الموارد المادية، واللي فيه كنخططوا لجميع المواد اللي كنحتاجوها من أجل الإنتاج، وكندوزوا من بعد المخطط ديال الصيانة، صيانة ديال وسائل الإنتاج، وسائل النقل، وجميع الأدوات اللي كنحتاجوها من أجل الإنتاج. مني كنديروا هذا المخطط كامل ولا بد المقاول خصو يفكر في الجوده، وهنا كنهضروا على الجوده ديال المنتوج والجوده ديال الخدمه، واكثر من هذا الشيء كنهضروا على الجوده ديال الاعمال، يعني الاحترام ديال الاعمال لهذوك لي فيش دو بوست او لا بطاقه المناصب اللي كنا درنا من قبل. وكذلك كاين مخطط التموين، يعني مخطط المشتريات. هنا المقاول خصو ولا بد يحدد جميع المشتريات اللي غادي يحتاج في واحد المده معينه، ومني كيكمل هذه العمليه كيدوز وكيحدد اللائحه ديال الممولين اللي ممكن يتعامل معهم، وكيحدد الاسعار وكيقارن ما بين هذوك الاسعار، وكيشوف حتى الشروط ديال التوصيل، باش الاختيار ديال الممول كيكون اختيار انجع. واخر نقطه هي المخطط ديال العمل، وهنا كيحدد المده الزمنيه ديال هذاك العمل والشخص اللي غادي يدير هذا العمل.
إذن سعد الحميد إلا بغيت ندير واحد الخلاصة، يعني المقاول خاصو يكون عنده أهداف وعارف مزيان الأهداف ديالو، عارف الطريقة باش يوصل لهاد الأهداف، وعارف أشنا هي المدة الزمنية اللي خاصو يحقق فيها هاد الأهداف. بالطبع سي حسن. شكرا بزاف سي عبد الحميد. إذن وصلنا لنهاية ديال هاد الحلقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله غادي نبقاو في مخطط الأعمال، يعني البيزنس بلان، وغادي نطرقوا للدراسة المالية باش نعرفوا المردودية ديال المشروع. كنشكركم على التتبع ديالكم. موعدنا في الموقع الإلكتروني دارالمقاول.com باش نتواصلوا معكم ونجاوبوا على التساؤلات ديالكم عبر تشات، وما تنسوش تجاوبوا على الكويز. إلى اللقاء.